بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض بقى الجزء الثاني في الأكاونتينج فور السمول والميديوم سايز بيزنس، وإن شاء الله يكون موفقين بإذن الله تعالى. ولو كان في أي أسئلة أنت عندك الإيميل ممكن تبعته لي. يعني نبدأ بقى في الأكاونتينج فور بارتنرشيب. زي ما احنا عارفين ان السمول بيزنس ممكن يبقى عندنا سنجل اونر او ممكن يكون في مور ذان وان اونر، يعني فهيبقوا بارتنر. يعني فالاكونت بتاعتهم هتبقى عامله ازاي مع بعض؟ يعني فعشان كده الجزء ده لقيته ان هو مهم قوي بالنسبه للاكونتنج فور سمول والميديوم سايز بيزنس، فقلنا ان احنا ناخد فكره عنها من الاول كده. يعني في على ايه بقى دلوقتي؟ على البارتنرشيب as a form of organization. Partnership is an association of two or more persons to carry on as co-owners of a business for a profit. وده تقريبا الشكل الغالب تقريبا في الـ small business تقريبا. يعني الـ type of business اللي ممكن يبقى فيه الـ partnership زي الـ small retailer، زي الـ service or manufacturing companies اللي احنا بنشوفها حوالينا. يعني كمان عندنا الاكونتنت، في كتير قوي عاملينهم مكاتب حاجه بارتنرز كده، اللويرز كتير قوي، وكمان الدكتورز. يعني حتى معظم المراكز اللي احنا بنشوفها المراكز الطبيه وكده بتلاقي عباره عن مجموعه من الاطباء متخصصين في تخصصات مختلفه هم اللي عاملين مشتركين فيها. يعني فايه هي الكاركترستكس بتاع البارتنرشيب؟ اول حاجه انها عباره عن اسوسيشن اوف انديفيدوالز، عباره عن منشاه من الافراد احنا بنتكلم عليهم. فهي ليها legal entity وكمان ليها accounting entity مستقلة، كمان النت income بتاعها not taxed as a separate entity، لا ده هي بتتعمل على كل واحد من البارتنرز. كمان هي mutual agency. mutual agency يعني ليها عبارة عن وكالة مشتركة. معنى ايه؟ ان act of any partner is binding on all other partners. لو واحد من البارتنرز عمل اتفاق او اي حاجه يعني لازم التانيين كلهم يكونوا مرتبطين بيه. as long as he that act appears to be appropriate for the partnership. كمان من ضمن الكاركترستكس انها limited life، انها بتعتمد على العمر الطبيعي بتاع الافراد. the dissolution occurs when a partner withdraw or a new partner is admitted. يعني اي واحد هينضم للبيزنس للشركه او الواحد يتخارج يخرج من اي سبب الشركه بتنتهي الوضع ده، لكن هي بتستمر، بس هتستمر بقى بوضع جديد خالص بشروط جديده خالص. فالديزوليوشن داز نوت مين ذا بزنس اندز، لا هي من الناحيه القانونيه بس، لكن هي من الناحيه الايكونوميك شغاله. كمان هي انليميتد لايبيليتي زي الكوربوريشن اللي احنا عارفينها، يعني بمعنى ان مسؤوليته غير محدوده عن الاسيت الليابيليتي بتاع الشركه. فايتش بارتنر از بيرسونال اند انديفيدولي لايبل فور اول بارتنرشيب لايابيليتي، كل واحد مسؤول بفرده شخصيا عن الديون بتاعت الشركه. ضمن الكاركترستكس بتاعتها انها عباره عن اونرشيب اوف بروبرتي، ان الملكيه بتاعتها مشتركه، بمعنى ايتش بارتنر هاز ا كليم اون توتال اسيتس، معلوش حاجه معينه، لا هو على التوتال اسيتس بس طبعا زي ما احنا عارفين لازم يكون after the liability طبعا. This claim does not attach to specific assets. لا حتى لو هو قدم assets بالبيزنس بتاعه، يعني قدم عربية وقدم كمبيوترز قدم مكان او اي حاجة كده للشركة، مش معنى ذلك ان دي هتبقى بتاعته، لا دي اصبحت بتاعت الايه؟ البارتنرشيب. فمن all the net income or net loss is shared equally. خلي بالكوا ده equal، دي لو هما ما اتفقوش على حاجة تبقى equal على طول by the partners، ده قانون بيقول كده. unless otherwise stated in the partnership agreement، إلا إذا هما قالوا على حاجة تانية، لكن هي equal على طول. الأدفانتج وإيه والديسأدفانتج بتاع البارتنرشيب؟ أول حاجة الأدفانتج بتاعتها إنها combining skills and resources of two or more individuals. زي ما شفنا احنا مثلا زي ما قلنا من المراكز الطبيه بتبص تلاقي مجموعه اطباء ممكن يكون معاهم واحد من رجال الاعمال ولا حاجه هيبني لهم المبنى وهم هيساهموا بالعمل بتاعهم، فطبعا بيتبني المركز على هذا الاساس. كمان انها ايزي فورميشن، سهله مش محتاجه اجراءات ولا تعقيدات بتاع الكوربوريشن مثلا.
كمان الفريدم فروم جوفرنمنت ريجوليشن اند ريستريكشنز، القيود والتنظيمات الحكوميه اللي عليها مش كتير قوي يعني. الايز اوف ديسيجن ميكنج، كمان سهوله اتخاذ القرار. ذير از نو بورد اوف دايركتور ذات ماست بي ان كونسلتد، لا هم على طول بيقرروا وممكن بالتليفون يعني. كمان الديس ادفانتج بقى بتاعت ايه بقى؟ حكايه انها ميتشوال ايجنسي، ان لو واحد عمل اتفاق كلهم لازم يلتزموا بيه، فهو كده. تاني حاجه كمان انها ليميتد لايف، بمعنى لو اي واحد قلنا عمل وزدرول او حد ادمت للشركه لازم الشركه تنحل الاولانيه ويعمل شركه جديده. كمان عندنا بقى الحاجه اللي هم دايما كده، بس هي كده انليميتد لايبلتي، بمعنى ان لو هي الشركه بتعمل لها ليكويديشن فبنبيع الاسيتس بنسدد اللايبلتي، لو ما كفتش الاسيتس اللي احنا عملناها تسدد اللايبلتي هنرجع على اموالهم الخاصه، ودي دايما كده. غير طبعا الكوربوريشن انها ليميتد لايبلتي اللي هم الشير هولدرز. لما بيعملوا اجريمنت ايه اللي هيتكتب في الاجريمنت؟ طبعا should specify relationships among the partners، لازم يكتبوا ايه في الاجريمنت؟ اول حاجه طبعا النيمز والكابيتال كونتريبيوشن اوف بارتنرز، هيكتبوا ايه هو الاسماء طبعا وايه المساهمات بتاع كل واحد. كمان الرايتس والديوتيز اوف بارتنرز، يعني ايه هي الحقوق والواجبات بتاع كل واحد، مين اللي هيعمل لعب المانجر، مين اللي هيعمل التوقعات على العقود، مين اللي هيباشر العمل ازاي كده. ايه هو البيسس فور شيرنج نت انكم اور لوس، هل هم هيعملوا نسبه معينه ولا على الكابيتال بتاعهم ولا ايه بالظبط؟ لازم يتكتب، ما اتكتبش قلنا هتبقى ايكوال. البروفيشن فور ويزدرول اوف اسيتس، لما يكون واحد لوحده وحر بقى بيعمل دروم في اي وقت بقى وياخد كاش ياخد اي حاجه من الاسيتس، لكن لا بيبقى لازم يكون في شروط يعني، علشان مش عشان البيزنس ما تعطلش يعني، ما حدش يسحب كده على طول يعني، لازم يكون في ليميت يعني. كمان ايه هي البروسيجرز فور سبميتنج ديسبيوتس تو اربيتريشن، لو في اختلاف بينهم وعايزين يسلموا للتحكيم ايه بقى الاجراءات اللي هتتم ومين اللي هيحكم لهم الحاجات دي. كمان البروسيجر فور ذا وذرول اور اديشن اوف ا بارتنرز، يعني لو في واحد انسحب او واحد هينضم للشركه هتبقى عامله ازاي وايه الشروط بتاعتها والاجراءات. كمان ايه هي الرايت والديوتيز اوف سرفايفنج بارتنرز ان ذا ايفنت اوف ا partner death، في حالة وفاة أحد الشركاء إيه هي بقى الحقوق والواجبات بتاع الشركاء اللي هم الباقين اللي هم المستمرين. دي كل ده لازم يكون مكتوب في. أول حاجة طبعا كل المشاكل بتاع البارتنرشيب هنتكلم فيها، على إزاي بنعمل فورمنج للبارتنرشيب، إزاي بنعمل ديفيجن للنت إنكم أو نت لوس، إزاي بتغير البارتنرز باللي هو الأدميشن أو الوزدرول، وازاي بيحصل ليكويديشن للشركه. دي تقريبا المين بروبلمز اللي موجوده في البارتنرشيب. اول حاجه الفورميشن، عندنا نفترض ان فور اكزامبل عندنا اسيوم ذات ان اي اند بي كومباين ذير بروبريتورشيب تو ستارت اي بارتنرشيب نيمد اي اند بي سوفت وير، يعني كل واحد فيهم عنده البيزنس بتاعه وهم هينضموهم على بعض ويعملوا بيزنس جديد. اي اند بي هاف ذا فولونج اسيتس براير تو ذا فورميشن اوف ذا بارتنرشيب، دي الحاجات اللي عندهم قبل العملية دي. طبعا عندهم البوك فاليو، في عندهم كاش، وفي اوفيس اكوبمنت، في اكوميليتد ديبريشيشن، في اكونت ريسيفبل، في الاونس فور داوت فور الاكونت، ده اللي عندهم في البوك. لكن اللي بيحصل بقى عشان احنا بنبدا من اول وجديد، فبنجيب بقى نحسب الماركت فاليو بتاع الحاجات دي. وطبعا احنا بناخد الماركت فاليو ما بناخدش البوك فاليو، لان ده كان بيزنس بيتعمل من اول وجديد. فبالنسبة لإيه بقى؟ هيقدم كاش وهيقدم أوفيس إيكوبمنت، وده الكابيتال بتاعه هيبقى 12,000. الإنتري طبعًا هيبقى عبارة عن ديبت كاش، ديبت أوفيس إيكوبمنت، كريديت إيه كابيتال. بالنسبة لبي هيقدم كاش، وكمان هو ظهر عنده كاستمرز أكونت ريسيفبل، بس هما لقوا إن الداوت فور أكونتس المفروض يبقى 1,000 مش 700. يبقى هنقول ديبت كاش وديبت أكونتس ريسيفبل، كريديت الألاونس فور داوت فور أكونت، والفرق ده هيبقى الكابيتال بتاعه اللي هو هيطلع 12,000. فهيبقى الانتري بتاعتهم كده بالظبط. بالنسبه للانفستمنتس باي اي هيبقى ديبت كاش وديبت اوفيس اكوبمنت كريدت اي كابيتال، بالنسبه للبي هيبقى عباره عن ديبت كاش وديبت اكونت ريسيفبل كريدت الاونت فور داوت فور اكونت وكريدت الكابيتال بتاعه اللي هو هيبقى الفرق.
خلاص كده طبعا هتقدروا بقى الكاش دي بقى خلاص بقت بتاع البيزنس والاوفيس بتاع البيزنس وكل والحاجات دي بقى كلها بقى ما حدش بقى يقول ايه، لان قلنا زي ما قلنا عليها من شويه كو اونر شيب وبروبرتي ملكيه مشتركه خلاص. مثلا عندنا اكسرسايز زي كده وده حاسبكم بقى تحلوه طبعا يعني مش قليلين يعني. بيقول لي January 1st A and B decided to organize LAP partnership. A invested 20,000 cash وجاب inventory الكوست بتاعتها 8,000 بس الماركت فاليو بتاعتها عبارة عن 10,000 ماركت فاليو. B عامل contribute ب 25,000 cash وعمل equipment البوك فاليو بتاعتها 6,000 بس الفير فاليو بتاعتها الماركت النهارده 5,000. طبعا احنا بالنسبة للحاجات دي كلها احنا هناخد قلنا ايه الماركت فاليو مش هناخد اللي الكوست بتاعتها، امال احنا عاملين ايه دلوقتي؟ لان احنا زي ما قلنا بنبدا من دلوقتي كده. فبيقول لك بقى ريكوايرد بقى تعمل لها الجورنال انتري تو ريكورد انفورميشن اوف ذا بارتنر شيب، طبعا هنقيد لكل واحد الكابيتال بتاعه بالنسبه ليه يقدم كاش يبقى ديبت كاش وقدم انفنتوري هناخد الماركت فاليو، كريديت ايه كابيتال هو يبقى التوتال. بالنسبه لبي قدم كاش وقدم اكويبمنت مالناش دعوه طبعا بالبوك فاليو، احنا ناخد الفير فاليو بتاعتها اللي هي عباره عن 5000 والتوتال ده هيبقى بي كابيتال، وبناء عليه نقدر نعمل كلاسيفايد بالانس شيت فور ذا بارتنر شيب. وهي سهله يعني تقدروا تعملوها يعني. عندنا اكسرسايز تاني ده كان عباره عن البوست كلوزنج ترايد بلاند فور تو بارتنر شيب تو بروبرتور شيب اسف في جانيوري 1st يير 2020. عباره عن عندهم اكس وواي عندهم ادي الترايد بلاند بتاعهم فقدموه طبعا بالمنظر ده. برضك بنفس الطريقة هنثبت لكل واحد لوحده وبعدين نعمل. فاللي حصل بقى ان هما اكس اند واي decided to form a partnership XY company with the following agreed upon valuation for non-cash assets. بقى اللي هناخدها بقى طبعا مش هناخد احنا بالايه بالارقام بتاعتهم اللي هي في البوك فاليو، هناخد بالارقام دي طبعا لان احنا بنجيب ناس تقيم لنا الكلام. فبيقول لي بقى all cash will be transferred to the partnership كمان هتتحول الكاش اللي عندهم للبيزنس والبارتنرشيب will assume all the liabilities كمان هتتحمل liabilities of the two preparatorship وكمان it is agreed that an X will invest an additional 10,000 cash بس Y هيعمل will invest an additional 10,000 cash. طبعا هنعمل بقى الانتر لكل واحد وبعدين هنعمل الـ separate journal entry to record the transfer of each partnership assets and liability to the partnership وكمان الـ additional investment اللي هم قالوا عليها وكمان بعد كده هنعمل الـ classified balance sheet for the partnership اللي تعتبر دي الـ opening balance sheet. أظن سهلة تقدروا تعملوها يعني ولو كان في فرصة بعد كده إن شاء الله نبقى نشوف الحل بتاعكم أو نحلوه مع بعض يعني مش مشكلة أوي يعني. المشكلة التانية بقى بعد كده خلاص دلوقتي الشركة اتكونت ونقدر بقى نعمل ايه بقى dividing النت income or net loss. فالبارتنر طبعا احنا قلنا equally share النت income or net loss unless the partnership contract indicate otherwise الا اذا هم عملوا حاجة تانية. فاللي بيحصل بقى ان احنا هنعمل الاول الكلوزنج انتري المعروفين احنا بنقفل الريفينيو بنقول طبعا debit الريفينيو credit income summary بنقفل الاكسبنسز كلها يبقى ديبت انكم سامري كريدت كل الاكسبنسز. الانكم سامري بقى اتسيلف شود بي كلوز بس دلوقتي هنعمل له كلوز لازم نوزع النت انكم او النت لوس عليهم قبل ما نعمل الكلوزنج ده. عشان كده بنعمل كلوز اول ريفينيو اكسبنس اكونت وانكم سامري وبعدين هنعمل كلوز الانكم سامري تو ايتش بارتنر اكونت فور هيز اور هير شير اوف نت انكم اور لوس. طبعا كلوز اتش بارتنر كمان دروم اكونت وهيز برضو اور هير برسبكتيف كابيتال اكونتس اللي هو يبقى اخر واحد. الانكم ريشيو تفتكروا هنوزع النت انكم ده ازاي؟ بيقول البارتنر شيب اجريمنت اللي احنا عملناه شود سبيسيفاي قلنا ذا بيسس فور شيرنج نت انكم اور نت لوس. زي ايه بقى مثلا تيبيكال انكم ريشيوز؟ ممكن يبقى فيكسد ريشيو مثلا يوزعوا مثلا ايكولي او مثلا 2 تو 1 او مثلا 6% و 40% المفروض يبقى فيه ريش متحدد على توزيع النت انكم او نت لوس. احيانا بيقولوا ان احنا نعمل ريشو بيزد اون كابيتال بالانسز عشان ما حدش يزعل
يبقى لو في اختلاف في الكابيتال يبقى هما الكابيتال كل واحد اللي مدي كابيتال اكتر يبقى ياخد اكتر يعني. احيانا بينصوا في العقد بتاعهم ان هما يعملوا سالاريز تو بارتنرز الاول، يوزعوا لهم بارتنرز كما لو اشتغلوا بره او اي حاجه على اساس المجهود اللي هما هيعملوه في البيزنس، والباقي يوزعوه هما بفيكسد ريش معين. واحيانا بيحسبوا انترست على الكابيتال بتاعهم كما لو كانوا هما حطوه في البنك، كان هيديهم انترست قد كده، والباقي الريميندر بقى ممكن يبقى على فيكسد ريشيو، وممكن يبقى فيه كل ده بقى، ممكن يبقى فيه سالري وكمان انترست والباقي يتوزع بفيكسد ريشيو. يبقى سيلز تو بارتنرز انترست اون بارتنر كابيتال والريميندر اون ايه فيكسد ريشيو. شوف كده عشان ايه نقدر نفهمه ده. فبيقول لي اسيوم ان كينج وليد ويل ار كوبرز ان كينجز ليد كومباني، البارتنر شيب اجري بروفايدد فور ذا ويل، ان هيعملوا سالري الاونس 8500 فور كينج و 6000 فور لي، كمان هيحسبوا انترست الاونس 10% اون ذا كابيتال بالانسز ات ذا بيجيننج اوف ذا يير، الريميندر بقى بعد كده هيتوزع ايكوال. طيب الكابيتال بالانسز كانت عباره عن كينج كان ليه 30000 لكن لي كان ليه 25000 in the partnership. البارتنرشيب اجري حسب ان عملت نت انكم في اول سنه عندنا ب 25000. عايزين احنا بقى نعمل السكيدول شون ديستريبيوشن اوف نت انكم اللي عندنا، وبعدين نعمل جورنالايز الالوكيشن اوف نت انكم على اساس اللي هو 25000. عشان نعمل ده بنعمل كده السكيدول اللي هو شون ديستريبيوشن اوف انكم، بنعمل خانة لكل بارتنرز والبالانس طبعا، بنبدأ بالنت انكم الأول، بندي السالري ونجمعهم ونطرح من البالانس، يبقى ده الباقي. نحسب بعد كده الاندرس الاونس والبارتنر كابيتال، هم قالوا 10% على كل واحد الكابيتال بتاعه قد كده، فبنضرب طبعا في النسبة بتاعتنا اللي هي دي، بيدينا الكابيتال بتاع كل واحد على أساس الاندرس على أساس الكابيتال بتاع كل واحد، نجمع نطرح برضو من التوتال ده الريميننج، اللي هم قالوا الريميننج يتوزع ايكول، يعني كل واحد هياخد يعني 50%، فده هنوزع بقى 2500 وده 2500. هنجمع بقى طبعا التوتال اللي خده كل واحد، لو جمعنا الاثنين دول لازم يساوي النت انكم اللي هو الموجود فوق، فده اللي هو اللي عمل. بناء على بقى الانتري دوت هنعمل بقى الانتري بتاعنا اللي هو هنقفل بقى الانكم سامري اللي هو عباره عن 25000 لان هم عملوا نت انكم، وهنقول بقى كريدت كينج كابيتال وكريدت لي كابيتال كل واحد ده 14000 وده عباره عن 11000. وهيبقى الانتري طبعا زي ما قلنا احنا بعد ما عملنا التوزيع في التيبل اللي فاتت دي، هيبقى الالوكيشن اوف انكم هيبقى عباره عن ديبت انكم سامري اللي هو 25000، كريدت كينج ليه هياخد 14000 وليه هياخد 11000 اللي هو التوتال الاخراني، وطبعا مجموعهم لازم يساوي النت انكم اللي عندنا. طب سبوز بقى ان هم عملوا نت انكم عباره عن 18000، فبيقول لك بقى اعمل لنا ازاي توزع انت ال 18000. وزعنا ال 18000 هناخد طبعا الاول لازم نعمل السالري الاونس، ولازم نحسب برضو الكابيتال بتاعهم الانترست اللي على الكابيتال بتاعهم، وبعدين نجمع نطرح. فلما جينا نطرح هنا طلع الباقي بالنيجاتيف، هنوزعه بالنيجاتيف، بس هم مش عاملين خساره، ده هي النيجاتيف كده. وخلي بالك ان ممكن تطلع في الاخر واحد، يطلع في الاخر التوتال بتاع واحد بص في واحد نيجاتيف، فانت احنا بنعمل التوزيع حسب ما هم متفقين وخلاص، وبناء عليه هنعمل انتري. فلو واحد طلع مثلا بص في واحد طلع نيجاتيف ونيجي نقفل، هي النتيجه اصلا كانت نيت انكم ولا نيت لوس؟ لو كانت النتيجة نت لوس مع ذلك ان الانكم سامري كان هيبقى عشان نقفله كان هيبقى كريدت والكابيتال اللي يبقى ديبت، بس لو واحد فيهم طلع بوزيتيف هيبقى الكابيتال بتاعه كريدت والتاني اللي هو النيجاتيف يطلع ايه ديبت، ولازم يطلعوا هما الاثنين يطلعوا نفس النتيجة بتاعت النتيجة بتاعتهم اللي هي عبارة عن اللي ايه نت انكم او نت لوس اللي موجودة عندنا في التمرين. دلوقتي بقى بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها دلوقتي تقدروا بقى تحلوا الاكسرسايز ده. بيقول لنا ان x and y have capital balances on January 1st of 100,000 و 80,000 respectively. The partnership income sharing agreement provide for number one بيحسبوا annual salary of 30,000 for x و 24,000 for y
بيحسبوا interest at 10% on the beginning capital balances و and number 3 remaining income or loss to be shared in a 3-2 ratios. Requirement طبعا هنعمل prepare schedule showing the distribution of net income assuming ان احنا عندنا net income ايه هتوزع ازاي ولو عندهم net loss 3000 تتوزع ازاي. وبعدين هنعمل journalize the allocation of net income in each of the situation above. شوف بقى هتعمل ازاي كده وده تحله بقى بنفس الطريقة اللي احنا عملناها قبل كده. ربنا يوفقكم ان شاء الله. نيجي بقى بعد كده بقى لو البارتنر تغيروا بقى. فأول حاجة ناخد لو في admission of partner يعني انضمام شريك يعني. فلو انضم شريك زي ما قلنا قبل كده في مكتوب طبعا في الاجريمنت بتاعهم result in the legal dissolution يعني من الناحية القانونية الشركة اتحلت of the existing partnership will beginning of a new one تبدأ شركة جديدة. ولكن النيو بارتنر بقى من بي admitted either by A اللي هيخش البارتنر الجديد ده هيخش ازاي؟ حاجة من الاتنين، يا إما إن هو يعمل purchase the interest of one or more existing partners يعني يشتري حصة من أي واحد من الشركاء الموجودين or هيعمل investing assets in the partnership هيعمل استثمارات في نفس الشركة اللي عندنا. فلو هو بقى اشترى اول حالة purchase a partner interest من واحد تاني فعندنا example مثلا عندنا C agree to pay 10,000 each to A and B for one third of their interest in the A and B partnership هيخش مع A و B هياخد تلت الـ A المبلغ بتاعهم الـ capital بتاعهم يعني at the time of admission of C each partner has a 30,000 capital balances both partners therefore give up 10,000 حتى نزل عن 10,000 of their capital equity هيبقى الانتري عشان نعمل to record the admission of C هيبقى ايه بقى هننقص الكابيتال بتاعي وكده وهو دفع لهم المبلغ ده. بس خلي بالكم مفيش حاجة دخلت الشركة ده دي حاجة تعتبر personal فكنا احنا نقول debit A capital 10,000 debit A capital credit طبعا C هياخد الكابيتال بتاعه هيبقى 20,000 المبلغ اللي هو دفعه ده حاجة شخصية زي ما اتفقنا مش هتخش البيزنس فبالتالي ما دخلش بجملش سيرة الكاش خالص يعني. الاحتمال التاني زي ما قلنا بالنسبة للادميشن اوف نيو بارتنر ان هو يعمل انفستمنت اوف اسيتس ان اي بارتنرشيب ان هو هيحط بقى فلوس في البيزنس اللي عندنا. طبعا دي بقى في المتوقع ان ايه اللي هيحصل ان الكابيتال بتاعهم بتاع البيزنس كله هيزيد ففي بقى ايكويشن كده هنعملها او في علاقة كده اللي هيحصل بقى هناخد الكابيتال بتاع الاولد بارتنرز هنضيف عليه الانفستمنتس باي ذا نيو بارتنرز هيطلع لنا ايه ده بقى؟ هيدينا الكابيتال اوف ذا نيو كومباني الجديد. طيب هو لما دخل الشركه بالانفستمنتس ده الاتفاق هيبقى ليه شير قد ايه في البيزنس؟ نقوم نضرب في الشير بقى هي نيو بارتنر شير ان ذا نيو كومباني هيطلع لنا الكابيتال بتاع النيو بارتنرز يبقى هو هقدم انفستمنتس وطلع له الكابيتال بتاعه من الكالكوليشن دي. طبعا الانفستمنت اللي جت من البارتنر ده هيبقى ديبت كاش والكابيتال اللي طلع ده كريدت كابيتال ده الكابيتال اللي هو بتاع نيو بارتنرز. لما هنعمل كومبير بقى للاتنين دول مع بعض ايه الاحتمالات؟ طبعا الاحتمالات ممكن يكون الاتنين قد بعض مفيش مشكله وممكن تطلع الكاش اكتر من الكابيتال بتاعه وممكن يبقى الكابيتال بتاعه يطلع اكتر من الكاش. دول الثلاث احتمالات فبنقولهم كده بقى. الاحتمال الاولاني ان يطلع الكاش ايكوال النيو بارتنر هنا بيقول لك دي نو بروبلم مش مشكله. لكن لو طلعت الكاش عندنا اكتر من النيو بارتنر كابيتال ده هيبقى عباره عن بونص تو ذا اولد بارتنر ان ذا في البيزنس بس هيتوزع بالانكم ريشيو اللي عندهم. طب لو طلع العكس بقى لو طلع ان الكاش اللي هو دفعها اقل من الكابيتال بتاعه هتبقى بونص ليه هو بقى هو بونص تو ذا نيو بارتنر اون ذا اولد بارتنرز يعني الظاهر هو طبعا هيستفاد من وراه فعشان كده هم عملوا له كده. يبقى دي الاحتمالات اللي عندنا. ففي هذه الحاله بقى نقول بقى عندنا اسيوم ذات ان سي اجري تو انفست 30,000 ان كاش ان ذا بزنس ان اي بي بارتنرشيب يبقى هو هيقول ديبت كاش لازم هياخد ايه بقى هو for a 33 1/3% يعني تلت الكابيتال انترست هيبقى ليه تلت الكابيتال بتاع الشركه. At the time بقى of admission C
each partner كان عنده 30,000 capital balances. يبقى الانتري تو ريكورد ده هيبقى ايه؟ هنجمع الاول الكابيتال بتاع الاثنين هيبقى 60,000 وهو هيحط 30,000 30,000 يبقى الكابيتال بتاع الشركه الجديده هيبقى 90,000. هو ليه التلت؟ يعني تلت ال 90,000 هيطلع 30، يبقى ما فيش لا بونص لا ده ولا لاي حد، هيبقى عادي جدا، يبقى ديبت كاش كريدت كابيتال بتاع سي بس كده. ليه؟ لان الكالكوليشن. لو فرضنا بقى ان هو for an admission by investments when the new partner by investments and the capital equity are different, the difference is considered إما إما bonus to the old partners إما bonus to the new partners. كده بنعمل معدل. فلو هو bonus to the old partners إيه اللي حصل بقى؟ For both personal and business reasons the existing partner may be unwilling to admit a new partner without receiving a bonus. مش مقتنع ان هو ينضم للشركه دي من غير ما ايه ما يبليهم بونص. يعني البونص تو ذا اولد بارتنر زالت وين ايه؟ وين ذا بارتنرز انفستمنت ان ذا فيرم از جريتر ذان الكابيتال كريديت اون ذا ديت اوف ايه ادمشنز اللي هو الادمشن بتاعه يعني. فالبونص ريزلتس بقى ان ان انكريز ان ذا كابيتال بالانسز اوف ذا اولد بارتنرز ات اولسو الوكيتد تو ذيم اون ذا بيسز اوف ايه اوف ذير انكم ريشوز بيفور ذا ادمشن اوف ذا نيو بارتنرز. فلو فرضنا احنا في الاكزامبل ده ان اسيوم ان بي اند سي وذ كابيتال بالانسز اوف 120,000 اجري تو ادميت دي تو ذا بزنس، يعني كل واحد فيهم عنده كذا. دي اكواير 25% اونر شيب انترست باي ميكينج كاش انفستمنتس اوف 80 ان ذا بارتنرشيب. يبقى هم الكابيتال بتاعهم هم الاثنين 120، هو هيخش في الشركه هيدفع 80. يبقى هنجمع الاول ال 80 على ال 120، هيبقى الكابيتال الجديد بتاع البيزنس كام؟ 200,000. هنضربهم في 25% هيبقى الكابيتال بتاعه عباره عن 50,000. طب هو ازاي دفع 80,000؟ دلوقتي الكابيتال بتاعه هيبقى عباره عن 50,000، الفرق ده يعتبر بونص بقى ليهم هم. فهنعمل كده. ف the determination of C the capital credit and the bonus to the old partners is as follows. الاول هنحدد التوتال كابيتال بتاع النيو بارتنرز باي ادينج بتاع النيو بارتنرشيب باي ادينج ذا نيو بارتنرز انفستمنت تو ذا توتال كابيتال اوف ذا اولد بارتنرز. ان ذيس كيس ذا توتال كابيتال اوف ذا نيو فيرم از 200 الكالكوليتد اس فور. عباره عن ايه بقى؟ اللي هو عباره عن التوتال كابيتال اوف ذا اكزيست بارتنرشيب 120 هنضيف عليه الانفستمنت باي ذا نيو بارتنر اللي هو ال 80 هيبقى التوتال كابيتال اوف ذا نيو بارتنرشيب عباره عن 200,000. طيب هو ليه كان بقى شير بقى في الجزء ده في الكابيتال الجديد بتاع البيزنس؟ بنحسب بقى determine the new partner capital credit by multiplying the total capital of the new partnership by the new partner ownership interest اللي هي عبارة عن 25%. يبقى هنضرب الكابيتال بتاعه هيبقى عبارة عن 50,000 اللي هو 200,000 في تايمز 25%. بس زي ما قلنا هو دفع 80 بس، يبقى الفرق ما بين ال 80 اللي هو الانفستمنتس والكابيتال اللي هيبقى بتاعه 30,000 هيعتبر بونص لمين؟ للاولد بارتنرز. يبقى الاماونت اوف بونص هتبقى باي سبتراكتنج ذا نيو بارتنرز كابيتال كريدت فروم ذا نيو بارتنر انفستمنتس هتبقى بونص تو ذا اولد بارتنرز، هتبقى 80,000 ماينس 50,000 تبقى 30,000. 30,000 دي هتتوزع على الاولد بارتنرز بالريشيو بتاعهم اللي قبل ما يخش بقى الشريك الجديد. فبيقول لي allocate بقى the bonus to the old partner on the basis of their income. assume ان الريشيو بتاعهم كان عباره عن B بياخد 6% و C بياخد 40%. يبقى ال allocation هيبقى عباره عن كام بقى؟ يبقى 30,000 times 6% هيبقى 18,000 بونص، بالنسبه ل C هيبقى 30,000 times 40 هيبقى 12,000. يبقى في هذه الحاله بقى الانتري بتاع الادمشن بقى بتاع ايه ده هيبقى عامل ازاي بقى؟ هنقول بقى عباره عن ديبت، طبعا هو حط كاش اللي هي 80,000 بس الكابيتال بتاعه هيبقى 50 والكل واحد بقى هياخد البونص بتاعته اللي هي عباره عن 18,000 فور بي و 12,000 فور سي. طيب لو حصل برضو ان هو عمل انفستمنت اوف اسيتس ان بارتنر شيب، يعني بنتكلم على نيو بارتنر، بس لو كان البونص تو ذا نيو بارتنر
فالبونص تو نيو بارتنرز ارت وين ايه؟ وين ذا نيو بارتنرز انفستمنت از ليس ذان هيز اور هير كابيتال كريديت ان ذا فيرم. This may occur. ايه السبب بقى؟ When the new partner possess resources or special attributes that are desired by the partnership. هيستفادوا من وراه، في عنده امكانيات ومواهب كده واتصالات وعلاقات هيستفادوا من وراه. فالبونص تو اي بارتنر ريزلت ان اي ديكريس ان ذا كابيتال بالانسز اوف ذا اولد بارتنرز. The amount of decrease for the each partner is based on their income ratio before the admission of the new partner. الاكزامبل مثلا عندنا assume ان دي ده احنا بنتكلم عليه invest بقى 20,000 in cash for a 25% interest ownership interest in the PC partnership using the four procedures اللي احنا قلنا عليهم describe in the preceding the calculation of the capital credit هيبقى والبونص هيبقى as follows. قلنا ان الكابيتال بتاعهم كان عبارة عن 120,000 عايز احط هو investments by 20 هيبقى الكابيتال بتاع النيو بارتنر بتاع النيو بارتنرشيب كله هيبقى 140 هو ليه 25% الكابيتال بتاعه هيبقى ايه 140 times 25% هيبقى الكابيتال بتاعه 35,000 بس هو دفع 20,000 بس لكن الكابيتال بتاعهم هيتكتب له 35 الفرق ده كيف ده هيجيبه منين؟ يبقى اذا هنضطر ان احنا نقلل الكابيتال بتاع الاولد بارتنرز ودي تعتبر بونص ليه هو عليهم يبقى البونص دي هتبقى 35 minus 20,000 تطلع 15,000 وال 15,000 دي هتتوزع طبعا عليهم في الانكم ريشيو اللي هو قبل ما ينضم The allocation of bonus to old partners هيبقى عبارة عن ال 15,000 بالنسبة ل B times 6% ونفس ال 15 times 40% ل C ويبقى كده وزعنا احنا البونص عليهم هما الاثنين يعني هننقص الكابيتال بتاعهم بالأرقام دي هيبقى في هذه الحالة الانتر بتاعنا هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ يبقى عبارة عن ديبت كاش هو عمل 20,000 بس الكابيتال بتاعه دي كريدت ب 35 والفرق ده هيبقى ديبت بي كابيتال وديبت سي كابيتال بالالوكيشن اللي احنا عملناه في البونص عليهم. الاكسرسايز بقى عليه كنت بقى تحلوا بنفس الطريقة دي عندنا A and B have capital balances of 100,000 and 80,000 respectively و they agree to see to the business they agree to admit C to the business by making a cash pay investments of 70,000 in the partnership. A and B share income or loss at a 3-to-2 ratios. عايزين بقى required to generalize the admission of C if he acquires لو هو هيبقى ليه 20% ownership interest هنعملها ازاي ولو هو هيبقى ليه 30% ownership هيبقى الانترست ازاي. أظن سهل هنعمل الكالكوليشنز اللي احنا قلناها من شوية وانتوا بقى تضربوا في هذه الحالة هيطلع مرة ليه بونص بونص للأورد بلانرز ومرة تانية هيبقى بونص ليه هو. بعد ما انتهينا من الادميشن اوف نيو بارتنرز هنتكلم بقى دلوقتي على الوزدرول اوف اي بارتنر. البارتنر مي وزدرو فروم اي بارتنر شيب مي بي فولنتيرلي باي سيلينج هيز اور هير ايكوتي ان ذا فيرم يعني حاجة بإرادته كده هيخرج بره الشركة فهيبيع الحصة بتاعته. Or he or she may withdraw involuntarily حاجة لإرادته بقى by reaching مثلا mandatory retirement خلاص age وصل لسن المعاش or by dying بالوفاة. The withdrawal of a partner like the admission part of a partner legally dissolved the partnership برضه من الناحية القانونية الشركة انتهت لكن لسه من الناحية الاقتصادية الوزدرول لبارتنر بقى of a partner may be accomplished by برضه زي حكاية الادميشن بالظبط ممكن payment from remaining partners personal assets يعني ممكن يبيع حصته لأي واحد من الشركاء التانيين يبقى دي حاجة شخصية بينهم من بعض أو طبعا ده this effect only the partner capital accounts or بقى ال payment from partnership assets المرة دي احنا هندفع له بقى عكس الادميشن يعني لازم هنقول debit capital credit cash
this decreases total net assets with total capital of the partnership. لكن الاولاني ما فيش حاجه، ده احنا بس واحد بيتنازل لواحد وخلاص، لا كام حاجه دي شخصيه، لكن هنا لا، ده هو هياخد من البيزنس، فطبعا يبقى الكابيتال بتاع البيزنس هيقل، وكمان الاسيتس كمان هتقل نتيجه الكاش اللي هو هياخده. بنشوف اول حاجه اللي هو بيمنت فور بارتنرز بيرسونال اسيتس. الوزرول ما باي بيمنت فور بارتنر بيرسونال اسيتس، اول حاجه it is a personal transaction between the partners، حاجه شخصيه بينهم يعني. It is the direct opposite of admitting a new partner who purchases a partner interest. عكسها بالظبط. تاني كان بيشتري، ده المرة دي بيبيع. The partnership assets are not involved in any way. مفيش كاش ده دخلت ولا خرجت. And the total capital does not change. لأن واحد بيتنازل عن حصته للكابيتال الواحد تاني. يعني إيه؟ الكابيتال بتاع total capital بتاع البارتنرشيب. فمثلا عندنا example، عندنا MNO have capital balances of 25,000, 15,000, 10,000 respectively. M and N agree to buy out O interest. Each of them agree to pay O 8,000 in exchange for one half of O total A interest of 10,000. ال entry to record the withdrawal is طبعا الكاش دي ملاش دعوه بيه خالص، ده حاجه قلنا شخصيه. بس كل واحد هياخد نص الكابيتال بتاعه اللي هو ده، اللي هو 10,000، كانه هيتنازل عن كل واحد ياخد 5,000. يبقى ايه اللي هيحصل؟ ان احنا هنقص الكابيتال بتاعه، هنقول كده دي بتقول 10,000، هندي بقى الام والان كل واحد اللي هو نص الكابيتال بتاعه، يبقى ام كابيتال 5,000 وان كابيتال هيبقى 5,000. وخلي بالكم نقول اهو نوت ان النت اسيتس والتوتال كابيتال ريمين ذا سيم ات 50,000، اللي هو 16,000 paid to own by a remaining partner isn't recorded by the partnership، لأن زي ما اتفقنا ديت حاجة ايه؟ personal. لو حصل بقى ان احنا هنعمل له payment from the partnership assets، يحصل ايه بقى؟ في using partnership assets to pay for a withdrawing partners the interest decrease بقى both total assets و total partnership capital، الاتنين هيقلوا طبعا. In accounting for a withdrawal by payment from partnership assets, the assets revaluation should not be recorded. افترض ان احنا عملنا revaluation مش هتتسجل طبعا في الدفاتر، بس هتتحسب بره كده عشان يبقى ليه نصيب فيها. كمان and any difference between the amount paid and the withdrawn partner capital balance should be considered طبعا. ايه حاجه من الاثنين بقى، يا اما تعتبر بونص تو ذا ريتاير بارتنر، يا اما تعتبر ايه بونص تو ذا ريمينينج بارتنرز، عكس الايه الادميشن بالظبط يعني. فلو احنا بقى في بونص تو ذا ريتاير بارتنر، يعني لو احنا هنديله اكتر من الكابيتال بتاعه يبقى الفرد يعتبر بونص. فالبونص مي بي بيد باي تو ريتاير كمباني وين ايه بقى؟ وين ذا فير ماركت فاليو اوف ذا partnership asset is greater than the book value. يعني لو احنا قيمنا الشركه النهارده قد كده، فهو المفروض هو كان ليه دور يعني في الاسيتس ديت، فالمفروض يبقى ليه نصيب يعني. Or there is unrecorded goodwill مثلا resulting from the partnership superior earning record. Or مثلا the remaining partner are anxious to remove the partner from the firm، عايزين يمشوه باي شكل يعني، فمصدقوا يعني ان هو كده. The bonus is deducted طبعا from the remaining partners capital balances on the basis of their income ratio at the time of the withdrawal. بعد ما هو مشي. لو احنا عندنا example مثلا assuming the following capital balances exist in the RSCT partnership. R لي capital بتاعه 50,000، S لي 30,000 و T لي 20,000. The partners share the income in the ratio of 3:2:1 respectively. T retire from the partnership and receive a cash payment of 25,000 from the firm. الكابيتال بتاعه اساسا 20، هو هياخد 25,000. يبقى معنى ذلك ده هياخد اكتر من الكابيتال بتاعه، يبقى بونص ليه. مين اللي هيتحمل الفرق ده؟ الاذر بارتنرز. طبعا الريش بتاعهم اللي هو هيبقى 3:2، لان هو هيمشي بقى من الايه؟ من البيزنس بتاعه. فالبونص هنا is paid to the retired partner since the cash paid to the retiring partner مالها is more than his or her capital balances. هو capital بتاعه 20 هياخده 25، يبقى في عنده bonus by 5. ال allocated bonus بقى to the remaining partner on the basis of their income ratio. الريشو طبعا بتاع R
و S اللي هو عبارة عن 3 to 2 so the allocation of the bonus هتبقى عبارة عن 5000 time 3 over 5 يبقى 3000 اللي بالنسبة هتحملها R و S هيبقى 5000 times 2 over 5 هتعمل دي ويبقى في هذه الحالة الـ enter to record الـ withdrawal of T هيبقى عبارة عن يبقى debit T capital هياخد طبعا ده وديبت كمان R capital 3000 وديبت S capital 2000 لكن credit cash اللي هي 25000 اللي هياخدها مين ممكن يحصل بقى بونص to the remaining partners هو عايز يمشي بأي شكل يعني فال retiring partner may pay a bonus to the remaining partner وين ايه بقى when recording assets are overvalued مثلا والعكس بقى او ان ال partnership has a poor earning record يعني مش قوي يعني او ال partner is anxious to leave the partnership هو عايز يمشي من اي شكل من الكده فالشركة خلاص وافقت هتديله المبلغ وهو وافق على مبلغ اقل من الكابيتال بتاعه in such case the cash paid to the retiring partner will be less than the retiring partner's capital balances فده بونص طبعا برضه هتبقى allocated هتبقى credit to the capital balances of the remaining partners on the basis of their income ratio بعد ما هو هيطلع من البيزنس بتاعه فلو فرضنا مثلا عندنا ان T is paid only 16000 هو كان ليه capital بتاعه 20 لا هياخد 16 بس هو وافق طبعا upon withdrawing from the RST partnership in that case بقى البونص to the remaining partners هتبقى عبارة عن 20 اللي هو capital بتاعه هياخد 16 بس يبقى فيه 4000 4000 ديت هتتوزع عليهم هما برضه بريشو اللي احنا قلنا عليه قبل كده 3 to 2 يبقى هيبقى عباره عن ار هياخد 3 to 2 هيبقى الكابيتال بتاعه هيزيد ب 2400 وبالنسبه للاس هيبقى 4000 تايم 2 اوفر 5 يطلع 1600 ويبقى الانتري بتاعهم عباره عن ايه بقى خلاص ده هيطلع هيبقى طبعا الكابيتال ب 20000 لكن كريدت ار ب 2400 واس 1600 والكاش اللي هياخدها بس اللي هي عباره عن 16000 ده يعتبر اكسرسايز على الوزدرول اوف البارتنرز عندنا ايه البارتنر الكابيتال بتاعه 100000 بي 60000 وسي عباره عن 40000 ار بارتنرز ان اي بي سي كومباني البارتنر شير الانكم ان ذا ريشيو اوف 3 تو 2 تو 1 ريسبكتيفلي سي ريتاير فروم ذا بارتنرشيب في الاحتمالات بقى will journalize the withdrawal of C if he received لو هو هياخد 50000 الكابيتال بتاعه اساسا 40 يبقى هياخد كده بونص هتتحملها طبعا الشركاء A و B لو هو خد 35 اقل من الكابيتال بتاعه هتبقى بونص الى A و B اللي هو عباره عن الريميننج بارتنرز ودي تقريبا كانت اخر حاجه عندنا وان شاء الله يبقى فاضل لنا التصفيه بعد ما نرجع بقى باذن الله تعالى وبتمنى لكم ودي كانت اخر حاجه في محاضرتنا النهارده بس لسه طبعا في حاجات في المقرر بس احنا قلنا نخلص كده معاكم ومفيش غيرنا يعني نقول واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وادعو لكم جميعا بالتوفيق وبالصحه والسعاده ونراكم جميعا قريبا على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.